فرصتي. مرحبا بك باسم قراء ومتابعي كاتالونيا 24/7. مرحبا. اولا السياق ديال هذه الزياره هذه اللي ولات انه ربما لنا واحد بحال شي واحد تسابق الاحزاب على الزياره ديال خاصه اسبانيا. كان قبل منكم كان لقاء حضر فيه الاتحاد الاشتراكي استاذ الشقر، بعده كان الاحرار اخنوش، والان احد صقور العداله والتنميه الدكتور عبد العزيز الاتاتي. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر للاخوان في يعني في القناه، وفي الشكر للمتتبعين القراء ديالكم والمشاهدين. هو في يعني المتتبع الانشطه والفعاليات العداله والتنميه بالطبع، يعني يعني متاكد بانه يعني هذا النشاط وغيره من الانشطه اللي كيحضروها الاخوان والاخوات يعني في نهايه هذا الاسبوع سواء في الخارج ولا في الداخل لا علاقه لها لا بالتسابق ولا يعني ولا اي شيء. وبالمناسبه يعني الانسان لا يمكن الا ان يسر لا ان يكون مسرورا حينما بالطبع يبلغه او حينما تصله اخبار عن اجتماع المغاربه مغربيات كيجتمعوا سواء في الداخل سواء في الخارج حول الامور التي تهمهم سواء كمغاربة العالم ولا داخل الوطن. ولذلك لا يمكن للانسان الا ان يكون مسرورا حينما يعلم بان المغاربه يجتمعون لمناقشه يعني امورهم، وبالحضور بالطبع ديال الفاعلين فاعلين سياسيين، بالحضور ديال المنتخبين. يعني بالعكس الانسان ما يمكن له الا ان يسر يعني بهذه الحركيه وبهذه الحيويه ديال مكونات الأمة المغربية. طبعا يعني عندنا ملاحظات على بعضنا يعني بدون شك، كنتفقوا في أشياء ونختلف يعني في أشياء، وربما في بعض الأمور تصل الأمور إلى نوع من الخصومة الفكرية والسياسية، وهذا يعني لا بأس. غير هو اللي هو صعب هو أن تتحول الأمور إلى عداءات وإلى استعداء وكذا، وهذا على الأقل بالنسبة للعدالة والتنمية غير موجود في قاموسه وفي منهجه وفي المسار ديالو وفي ثقافته وكذا. طبعا حنا عندنا الملاحظات على بعضنا هو أنه الأمور ينبغي أن تكون عادية وبإمكانات عادية، تكون فيها إرادية ويكون فيها هذا هو اللي كاين. وإلا الإنسان ما يمكن إلا أن يكون يعني مرتاحا يعني والاخر اكثر من مرتاح كما قلت، يعني مسرور بان يرى المغاربه يعني يجتمعون فيما بينهم. نعم نعم دكتور، مناقشه امور تهم مغاربه العالم في امور لا يشاركون في اعدادها او المشاركه فيها، خاصه انه من ملف ديال المشاركه السياسيه او تصويت الملف مثلا. هذا الملف هذا لانه بقى مثلا واحد الملف اللي يمكن الاحزاب السياسيه واش ما قدرش تقيسه، واش انه لا يعتبر من الاولويات في الوقت، لانه جميع بلدان العالم انه هذا الملف تسد عندها، والمغرب باقي من الدول اللي باقى عندها الملف اللي كيتدرج في الملفات الاخيره. هو اليوم كاين بالنسبه لنا في المغرب كاين مؤسسه خاصه يعني معنيه بمشاركة مغاربة العالم. طبعا انت كتحدث على المشاركة ديال الإخوة والأخوات يعني مغاربة العالم في البرلمان. بالطبع هذا كان عندنا رأي، حنا داخل العدالة والتنمية كان عندنا رأي إيجابي من الموضوع، ولكن بالطبع هذا الشيء بحال اللي كيعرفوا الناس كانت فيه حسابات يعني بالنسبة للبعض، ولذلك مشاو في الاتجاه ديال ان المغاربة العالم يمثلون في مجلس خاص يعنى بالشؤون ديال الهجرة وكذا، ولا يمثلوا في البرلمان. وبالطبع اللي بغيت يتاكد من هاد الاشياء كاين ارشيف، يعني باش لانه حنا في العدالة والتنمية ما كنعاودوش الحكايات، ما نعاودوش يعني اشياء، ما كنقولوش شيء ومن بعد كنمارسوا النخيط ديالو او نمارس ممارسه معينه ثم نقول
نقول يعني عكسها، هذا ما يمكنش، ما يمكنش نسمحوا به لنفسنا وما يمكنش نسمحوا به للآخرين. لذلك بالنسبة للإخوة والأخوات اللي بغوا يعرفوا التفاصيل ديال المواقف ديال الهيئات السياسية من مشاركة مغاربة العالم من في المؤسسة ديال البرلمان، كيمكن لهم يرجعوا للأرشيف، والأرشيف موجود، يعني موجود وفيه النقاشات وفيه المواقف ديال الأطراف كلها. ولكن أنا كنعاود نقول لك بأنه كانت حسابات يعني بالنسبة للبعض أنه يعني مشاركة مغاربة العالم ستصب يعني في اتجاه معين ولفائدة اتجاه معين، لذلك ربما اختاروا يعني هذا الاختيار ديال أن يقتصروا على المشاركة ديالكم في المجلس ديال الجالية، في المجلس ديال كذا. وإلا احنا الموقف ديالنا يعني معروف، ولكن انت عارف بأنه كاين أمور كثيرة خص يكون فيها تفاهم، خص يكون فيها تسوية بين الفرقاء ويكون فيها توافق، لأنه ما يمكن لكش يعني في الأمور كلها يعني أن تحتكم إلى التصويت. يعني هذه ماشي صحيح بالنسبة لمختلف الأمم. هنالك قضايا ينبغي يعني أن تحظى بنوع من الاتفاق حتى أن نسير إليها جميعا. ولذلك هذا واحد الموضوع اللي ما كانوش بعض الأحزاب ما كانتش مستعدة. وطبعا احنا ما يمكن لناش نمليو يعني رأينا على باقي الفرقاء. وانا كنعاود نأكد بأنه هذا موضوع من جملة الموضوعات اللي خص فيها تفاهم. لكن دكتور انك تحدث بأنك انكم مش الآن انكم في موقع المسؤولية. نعم صحيح. ما ربطوش هذا الملف هذا وانتم في موقع المسؤولية. متى؟ لا هو ولكن هذه من الأمور كذلك التي ينبغي أن توضحها يعني جيدا للمغاربة. بالنسبة للأمة المغربية يعني عندها واحد العدد ديال الأمور اللي كتقاسمها مع فضاءات أخرى ومع أمم أخرى ومع تجارب أخرى، لذلك عندها أمور يعني تميزها. ومن الأشياء اللي كتميزها هو طبيعة النظام، اللي هو نظام يعني ملكي. أنت تعلم بأن رئيس الدولة هو الملك، ثم عنده الاختصاص اللي عنده علاقة بالشأن الديني، ثم اختصاص عنده علاقة بأمور مرتبطة بالجانب التنفيذي. ولكن الذي يهمنا هو أنه المغاربة اعتمدوا يعني نظام يرمز في المحصلة لواحد النوع من الاستمرارية، واحد النوع من التوجه الجامع في الأشياء الكبيرة. وهذا من خلال بالطبع المؤسسة الملكية، وتحديدا من خلال يعني الشخص الملك. كما أن الأمة المغربية هي أمة يعني متنوعة، يعني التعددية فيها عميقة، يعني يصعب تنميطها. وهذه التعددية وهذا التنوع ترمز إليه الأحزاب. لذلك المغرب كيقوم على الملكية وعلى الأحزاب، على الأحزاب وعلى الملكية. لذلك اليوم صحيح أنه العدالة والتنمية كتسير الحكومة، كما أن الإخوان في الاستقلال سيروا مرحلة والإخوان في الاتحاد سيروا مرحلة، ولكن حينما تسير الحكومة لا يمكن أن تقوم يعني بالأمور كلها اللي كتصورها أنت أنها مفيدة. كاين أمور كما قلت منذ قليل تحتاج إلى تفاهمات، إلى توافقات وإلى تسويات. مثلا المسألة ديال الأمازيغية، مثلا الأمور المرتبطة بالتعديلات الدستورية، الأمور المرتبطة بالنمط ديال الاقتراع، نمط الاقتراع، الأمور اللي مرتبطة بالمشاركة ديال مغاربة العالم. هذه قضايا ما يمكنش جهة تحسم فيها بحكم أنها كتحت الرتبة الأولى سياسيا ولا من ناحية ديال النتائج. هذا ماشي يعني ماشي سليم وغير ممكن، غير ممكن. ولذلك القضية ما فيهاش نسير يعني أو لا نسير. هذه موضوعات ينبغي فيها يعني تحقيق واحد التفاهم كبير باش نمشيو في الاتجاه ديال نتعاونوا ولا حتى نتنافسوا. ولكن الترتيب للتعاون والترتيب للتنافس مطلوب، يعني بدون ترتيب ما يمكن لناش نمشيو رأسا إلى هكذا يعني إلى هكذا أمور. ولذلك يعني بالطبع حنا عندنا، هذا ما كيعنيش أنه عندنا رأي في الموضوع، عندنا ترجيح. ولكن القضية لا تهم العدالة والتنمية فقط، هذه قضية كتهم الأحزاب وتهم الدولة. تهم الدولة، تهم من كنقول الدولة يعني المؤسسات
للدولة كلها. ولذلك هذا موضوع ماشي من السهل، لا يمكن تدبيره بالاقتراح أو برفع الأيدي. هذا واحد الموضوع حساس جدا. نعم نعم. هذا شو لأن التعديل الدستوري وش يمكن نقول بأنه يمكن أنتم تمشيوا مع بعض الجهات بعض أطراف الأحزاب السياسية اللي كتطالب بإعادة مثلا بأنه كتطالب ملكية برلمانية باش أنه يمكن نمشيوا فيها بالسياق العام اللي يمكن يرضي الجميع. نعم الأول هو دابا الموضوع ديال الملكية البرلمانية، يعني هذا واحد الموضوع اللي ما بقاش بطولة. دابا اليوم الملكية البرلمانية متضمنة في الفصل الأول، الفصل الأول اللي فيه طبيعة النظام، نظام ونظام ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعية برلمانية. لذلك هذا واحد المسألة اليوم فيها الأخر يعني مثبتة في البرلمان، يعني هذا الخيار الديمقراطي والخيار ديال الملكية البرلمانية هذا واحد الخيار اليوم منصوص عليه في الدستور. هذا ما بقاش موضوع إلا بغيت تقول ديال مجموعة الصوت باقة أنه بالأحزاب أنه يا إما ما قادرش تقيسها. لا الغير صحيح. لا أو أنها في لا شوف هذا الشيء. لا انا غادي هو المساله ماشي هي قضيه ديال التوجس من الاقتراب ولا تخوف ولا كذا. هذا كذلك من الموضوعات اللي خص فيها يعني تفاهم كبير، ليس فقط بين الاحزاب ولكن بين الاحزاب وبين الملك، لان الملك رئيس الدوله ماشي رئيس الدوله العاديه، رئيس الدوله بالاختصاصات التي تعلمون شأن ديني وغير شأن ديني. لذلك هذه موضوعات ماشي من السهل يعني أننا نتقدموا فيها يعني بناء على توجه ديال مدرسة سياسية يعني واحدة ولا مدرستين ولا لا. هذا واحد الموضوع يعني التقدم في التنزيل المضطرد الملكي البرلمانية ممكن له إلا يتم يعني بواحد التفاهم طبعا وبتهيئ الشروط ديال هذا التفاهم، وبالطبع يعني بناء على حاجه اللي هي موضوعيه. اما القضيه دابا ديال التعديل الدستور هي مطلوبه في كل الاحوال دائما، ولكن انا بغيت هي الشروط ديال التعديل وتحديد الموضوعات ديال التعديل، ثم بالطبع يعني تحقيق واحد القدر من التفاهمات على الموضوعات، وخاصه الامور اللي هي مرتبطه بالملكيه البرلمانيه، لانه الامور اللي مرتبطه هذه واحد المساله عنده علاقه سيكون له علاقة بإعادة توزيع السلطات بين المؤسسات. وأنت تعلم بأنه الدستور كيتكلم على التعاون وعلى التوازن ديال السلطات، ولذلك الأمور اللي هي اللي بغيت تقول ديال المنازعة وديال كذا يظهر لي المغاربة خلصوا منها، خرجوا من هذه الوضعية ولاو مقتنعين. على الأقل كنتكلم على الاتجاهات المعتبرة، على الاتجاهات السياسية المعتبرة، مقتنعين بأنه الأمور الكبيرة ما يمكن الا يهيئوها الناس يعني بطريقه يعني عاديه بطريقه سلسه. وكاين امور اللي كتطلب واحد النوع من التفاهم بين الاحزاب ولا دعات الضروره يعني اسهام وتوجيه ديال المؤسسه الملكيه. ثم هنالك امور التي تتطلب نوع من التفاهم بين الطبقه السياسيه وبين المؤسسه الملكيه، لان عندها علاقه بواحد النوع من اعاده توزيع السلطات، وهذا شيء طبيعي ولكن خص الوقت ديالو، خص الوقت ديالو، خص الشروط ديالو، خص هذا هو اللي كاين. نعم. كنشوف بان التاخر ديال الوقت كنشوف بانه واش الاحزاب لانه يعني يتهم بانه جهات معينه في الدوله مثلا بان اخرات المؤسسه الملكيه الاحزاب السياسيه ميعاد العمل لا غير صحيح لا اللي جابت نوصلوا لهذا المستوى ديال التفاهم. واش خصنا 20 عام مثلا 40 سنه في المستقبل عاد نوصلوا بانه لهذا التفاهم وهذا التوافقات؟ لا هو يعني كم سيلزم ولا من الوقت الله اعلم. وفي المحصله هذا هو الاداء للامه. وبالمناسبه هذه ماشي موضوعات ديال المزايده، لان اللي بغى يزيد في هذا الموضوع غتقول له تفضل، الا انت قادر تنجز شي حاجه تفضل، ما كاينش ما الذي يمنع اي جهه من ان تاخذ المبادره. هذه موضوعات ما فيهاش مزايده. وبالمناسبه اليوم هذا الشيء ما مطروحش، ما كيشكلش اجنده وطنيه، يعني حاجه مليحه يعني بطريقه اخرى ماشي شان ديال الناس. دابا راه كاين اليوم اللي كيطالب بتغيير نمط الاقتراع، كاين اللي عنده مشكل مع النمط ديال الاقتراع، ما بالك يتفاهم معك على امور اللي هي كبيره. راه اليوم كاين اللي كيقول خصنا نراجعوا النمط ديال الاقتراع، وهذا غلط، وكيقولوا بالمراجعه في الاتجاه ديال العوده الى الخلف. ولذلك الموضوع ديال الملكيه البرلمانيه ما مطرحش اليوم،
دابا الا كان مطروح كاجندا وطنيه اجندا ديال الامه مرحبا غيوفروا لنا الشروط ويكون اتفاق واحد النوع من الخلاف واحد النوع من السجال وفي المحصله لابد توقع يعني تفاهمات وكذا في اطار يعني العمليه ديال اعاده التوزيع يعني السلطات بين المؤسسات ديال الدوله. لان في الاخر هذه غير الدوله الدوله اللي على راسها الملك. اذا هنالك الملك وهنالك الحكومه هنالك البرلمان هنالك القضاء هنالك المجتمع المدني وهنالك واحد العدد ديال الهيئات. يعني هذه الدوله ديالنا الا بغينا نعاودوا نرتبوا امورها وكذا كيخص يتم يعني بوضوح وبناء على حاجات حقيقيه ماشي امور يعني متوهمه ولا حاجه ديال اتجاه ولا ديال جيب ولا ديال مدرسه ولا ديال تكون حاجه. نعم مستوى القوس. نرجعوا للنقطه الاخيره في المشاركه السياسيه. هنا مثلا عطينا نموذج اسبانيا هناك ما يسمى بالمشاركه بالمثل لان المغرب يسمح للمشاركه في الاسبان في التصويت في المغرب واسبانيا تسمح بالمقابل تصويت المغاربه هنا في اسبانيا. يمكن نفهموا بانه الطرح الاول اللي كيف عطينا التوضيح فيه يمكن الى حد ما نقبلوه ولكن لماذا هذا التاخير هذه المشاركه بالمثل اللي يمكن يكون المستفيد الاول والاخير منها هو المغرب لانه كاين بعض المدن وبعض الجهات هنايا اذا كانت تعطى المشاركه بالمثل يمكن نلقاو ممثلين كيسيروا بلديات من اصل مغربي. ممكن فالجزء هذا المشاركه بالمثل علاش مثلا ما يتمش هذا؟ انا لا اعتقد بانه القضيه مطروحه بهذا الشكل ان الاسبان يطلبون يعني مشاركتهم مقابل ان لا اعتقد ان المساله يعني مطروحه بهذا الشكل ولو طرحت انا كنعتقد بانه يعني لا بادر المغرب الى القبول بالمساله. ما كنعتقدش لان انت تعلم بانه العدد ديال الاسبان العدد الاجانب في المغرب وكذا عدد قليل ولن يؤثر في العمليه. وبالمناسبه هي القاعده ديال مثل هذه قاعده يعني قديمه ومن حق يعني الامم ان تتمسك بها غير هو ما مطروحش فيما يتعلق بالعلاقه بين اسبانيا وبين المغرب. انت تعلم بانه المغرب حريص على علاقات متميزه مع اسبانيا مع الامه الاسبانيه مع الدوله الاسبانيه في يعني في مجموعها يعني في الشموليه ديالها ماشي بالمفهوم الكلياني يعني بمجموع الاطياف ديالها. ولكن انت تعلم بانه داخل اسبانيا مع الاسف الشديد هنالك حساسيات وهنالك نزوعات يعني اقل شيء انها يعني مخاصمه لنا في امور يعني بالنسبه لنا احنا تعتبر يعني لها علاقه بالوحده ديال الشعب ووحده التراب ووحده كذا. لذلك من جهه المغرب ازاء يعني ازاء اسبانيا يعني الموقف ديالو في العموم الموقف ديالو سليم ولا يقترب من الاشياء اللي عندها علاقه بالشان الداخلي. هو حريص على تمتين العلاقه وكذا لانه متاكد بانه تمتين العلاقه هي اللي غادي